بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد بمعلومه جديده على السريع كده في كام دقيقه هنعرف فيهم حاجه مختلفه. في الفيديو اللي فات لو انتم لاحظتوا على القناه كان موجود في حاجه اسمها الفيو شير، تمام؟ وفكره الفيو شير دي احنا قلنا ان انت يبقى عندك داتا معينه او بيس اوف داتا معينه عايز تخليها بابليكابل او شيربل على كل الفيوز بتاعتك، اي فيو يقدر يوصل للقيمه دي ويستخدمها، تمام؟ هنا بقى نيجي للجزء الثاني اللي هو الفيو كومبوزر، وفكره الفيو كومبوزر ان انت بدل ما يبقى عندك داتا هتبقى متاحه على كل الفيوز بتاعتك، لا هيبقى عندك داتا معينه متاحه لفيوز بعينها، تمام؟ ايه فكره الموضوع ده؟ تعالوا بينا نشوف. بس قبل ما نشوف، لو انت على قناه اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان يوصلك الفيديوهات اول باول. يلا بينا دلوقتي. فكره الفيو كومبوزر مختلف عن الشير شويه. الشير زي ما قلنا كده ان هي تبقى بابليكابل على كل الفيوز، انما الكومبوزر على فيوز بعينها. طب ايه فكره الموضوع ده؟ فكره الموضوع ده لو سي مثلا انا عندي اثنين راوتس هنا بالشكل ده، الاثنين بيستخدموا نفس الفيو، تمام؟ بس سيبك ان المثال ده صغير كده، لا انت ممكن مثلا تجيب داتا معينه، سي مثلا ان البوستس بتاعتك ماشي بالشكل ده، وتبدا تشتغل اللوجيك بتاعك كله، وبعد كده تعمل كومباكت مع الويلكم دي تبعت لها البوستس. فمش معقول ان انا هنا اعمل لوجيك طويل عريض وبعد كده اجي هنا تاني في الراوت التاني اعمل برضه نفس اللوجيك تاني واكرره، صح كده؟ طيب قيس بقى على ده ان انت مثلا لو سي عندك فانكشنز في الكنترولر ده بتروح على نفس الفيو بتاعتك بالظبط، هي نفس الفيو الويلكم دي، وواحد تاني واحد تالت واحد رابع، طيب ليه انت هتكرر الكود بالشكل ده؟ هنا بقى تيجي حاجه اسمها الفيو كومبوزر، والفيو كومبوزر اصلا مشروح في الدوكيومنتس. خلي بالك ان انا معتمد على الدوكيومنتيشن بشكل كبير في كل الشروحات اللي انا بقدمها. هتلاقي هنا في ادي هنا في لارافيل، في هنا في البيزكس، هتروح هنا على فيوز، في هنا الباسنج داتا تو فيوز بالشكل ده، في هنا الفيو كومبوزرز، تمام؟ بامثله كتير وهكذا. طيب تعالوا بينا نشرح على طول ونقول، لنفترض دلوقتي ان انا عندي زي ما قلت كده ده الفيو بتاعي وانا عايزه ياكسس داتا معينه. هفترض ان انا عندي فاريبل اسمه الدولار ساين نيم، تمام؟ ثانيه واحده بس، انا بس عملت بوز للفيديو علشان اقفل الفيو شير اللي انا كنت عامله قبل كده. طيب دلوقتي ادي الفيو بتاعي اهوت، انا عايزه اخليه اكسس قيمه اسمها الدولار ساين نيم، تمام؟ والدولار ساين نيم دي انا عايزها تكون اكسسبل على كل على اي على الفيو ده اهوت اللي هو اللي اسمه ويلكم، تمام؟ وات ايفر هو اتنادى امتى او وات ايفر هو اتنادى منين، سواء اتنادى من راوتنج او من كنترولر او من غيره، تمام؟ طيب يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. كل الفكره بس انك هتروح هنا على الراوت سيرفيس بروفايدر بتاعتك، وزي ما قلنا كده ان اي فيو شير او فيو كومبوزر لازم هيتحط في سيرفيس بروفايدر، سواء السيرفيس بروفايدر اللي انت كنت هتشتغل عليه كان موجود اصلا مع لارافيل او ان انت كنت هتعمله. بس خلي بالك ان انت لو هتعمل سيرفيس بروفايدر ليك لوحدك المفروض ان انت لازم تعرفه في الكونفيج في الاب، وتروح هنا على الابلكيشن سيرفيس بروفايدر لازم تحطه هنا كده زي ما انا عامل كده، تقول له الاب على بروفايدرز على الفيو سيرفيس بروفايدر، تمام كده؟ طيب تعالوا بينا نعمل على طول بقى ونقول لك الكومبوزر. الكومبوزر بقى هيشتغل بطريقتين، تعالوا بينا كده نبص عليهم جوه الدوكيومنتيشن نفسه. ادي فكره الطريقتين اهم. الطريقه الاولى ان انا بقول له الفيو بستدعي الفاسود اللي اسمها فيو، وبنده منها الماسود اللي اسمها كومبوزر، وبقول له ان الكومبوزر ده هو هيترن على الفيو اللي اسمه بروفايل او الفيو اللي اسمه داشبورد، تمام؟ والفيو اللي اسمه بروفايل هقول له استدعي لي الكلاس اللي اسمه كومبوزر. الفكره الاولى ده هي معناه ان انت لازم هتعمل كلاس اسمه كومبوزر جديد، ملف كومبوزر لوحده، تمام؟ هقول لكم الطريقه دي زي دلوقتي، وتبدا تستدعيها من هنا. ليه الفكره دي؟ الفكره دي كلها عشان لو انت عندك الكومبوزر هياخد منك لوجيك كتير ما تحطوش جوه السيرفيس بروفايدر بتاعك، تمام؟ تفصله، يبقى انت كده فصلت الاجزاء عن بعضها. طيب لو حاجه بسيطه وسهله خلاص، انت ممكن تدي له هنا الفيو كومبوزر اهوت وتقول له لما افتح لك الصفحه بتاعت الداشبورد دي ادي لي كول باك فانكشن، والكول باك فانكشن دي هتاخد منك بارامتر اللي هو الدولار ساين فيو، والدولار ساين فيو انت هتقول له اديها لي مع الفاريبل الفلاني. تعالوا بينا نجرب الطريقتين. انا دلوقتي طريقتي وشغلي بسيط خالص، فانا هستعمل الطريقه الثانيه دلوقتي وبعد كده ادخل على الطريقه الاولى. فهقول له والله اعمل لي فيو، ادي الفيو الفاساد، تمام؟ والفيو الفاساد ده خلي بالك انا هنا عامل له يوز اهوت الالومنيت على سبورت على فاساد على الفيو، تمام؟ وبقول له الكومبوزر بالشكل ده، وبقول له الكومبوزر ده لما اداه لك الويلكم، صح؟ مش هي دي الفيو اللي احنا عايزينها؟ لما اداه لك الويلكم اديني كول باك فانكشن كده بالشكل ده، تمام؟ والكول باك فانكشن دي هتاخد مني البارامتر اللي اسمه دولار ساين فيو، تمام؟ وجوه الفيو ده انا كل اللي انا هعمله ان انا هقول له رجع لي تاني الفيو بتاعتك ويز مع، تمام؟ اديني بقى بارامتر اسمه اول واحد اللي هو الاسم النيم عشان يبقى دولار ساين نيم، ده الفاريبل بتاعتي، وقيمته مثلا محمود، تمام؟ بالشكل ده. طيب تعالوا بينا نرجع على الويلكم اهيت بالشكل ده. فانا كنت قافل الدولار ساين ده، انا هعمل له ايكو تاني، تمام؟ وتعالوا بينا كده نعمل ريفرش. في هنا ايرور، في هنا ايرور، فلو رجعنا هنا بس على الكود، بص كده، في هنا الاب سيرفيس بروفايدر المفروض ان انا هنا بس اقفل بسيمي كولن بالشكل ده، خلاص تمام. تعالوا بينا كده نرن،
رن كده، محمود ظهرت لك اهو. تمام، طيب عايزين نتأكد كده ونفتح اي واحد تاني. تعالوا بينا ناخد من ده، نعمل مثلا كوبي من ده ونقول له ده هو اسمه ويلكم 2 بالشكل ده، وهقول له رجع لي الفيو الويلكم 2. هاجي اخد من هنا كده، تعالوا بينا تحت على الريسورسز بتاعتك على الفيوز ده الويلكم اهوت، انا هاخد منه كوبي وهقول له سمي لي دهوت ويلكم 2. تمام، تعالوا بينا بقى كده، انا بمجرد ما هشغل هيطلع لك هنا ايرور. ليه؟ عشان انا هنا معرف دولار ساين نيم وهي اصلا مش متاحه. عايز تتاكد؟ طيب تعالوا بينا نسيف كل الكلام الحلو ده ونفتح هنا ويلكم 2 وشوف اللي هيحصل. ايرور، فهمت كده؟ يبقى كده معناه ان ان ده اكسسبل بس على فين؟ على الويلكم فيو اللي هي الفيو اللي اسمه ويلكم بس. طيب جميل، انا هقفل ده بقى خالص، انا مش محتاج الكلام ده كله. وادي فكرته، فكرته انك بتعمل فيو كومبوزر، تقول له اسم الفيو بتاعك اللي انت عايز اللي انت لما تستدعيها تشغل الكومبوزر، وتدي لي الكول باك فانكشن بتاعتك اللي هي الفانكشن هرجع له فيها الفيو، وهقول له ان الفيو ده رجعه لي مع الفاريبل اللي اسمه نيم وقيمته كذا. تمام، طيب تعالوا بينا نجرب الطريقه الثانيه. خلينا نعمل ده كده ونفصله. تمام، وتعالوا بينا ناخد الطريقه الثانيه اللي هي الفيو كومبوزر بالشكل ده. انا هاخد ده كده كله اهوت وهعمله كده، هقول له الفيو كومبوزر لما يروح على الويلكم بتاعي شغل لي حاجه اسمها ويلكم كومبوزر. انت ممكن تسميه اي اسم، خلي بالك مش شرط الاسم ده. تمام، والويلكم كومبوزر ده انا هنا لازم استدعيه بقى فوق. طيب انا هيبقى فين؟ تعالوا بينا، احنا ممكن نحطه في اي مكان انت عايزه، وان كان في الاب. انا هحطه دلوقتي في الاب، احطه في الكومبوزر، عملت فولدر اسمه كومبوزرز وعملت له حاجه اسمها ويلكم كومبوزر. طيب انا جبت المحتوى ده، حتى الان مفيش في اتش بي ارتيزان كومبوزر ميك كومبوزر كوماند. تمام، عشان تقدر تعمل بيه كومبوزر كده انت تاخد تعمل الكلام ده مانيوال، او ممكن تعرفه بكوماند. تمام، وشوف حلقه الكوماندز ازاي تعمل كوماندز خاصه بيك انت جوه لارافيل، ممكن تعمل الكلام ده بسهوله. تمام، وتاخد الجزء ده اهوت، بس انت ممكن تبص فيه عندك هنا اهوت، ده المحتوى هو بتاعك انت ممكن تشتغل بيه عليه. تمام، خلي بالك ما تنساش من حاجه، هو هنا حاطط النيم سبيس بتاعه في الاب على فيو على كومبوزرز، انا هنا وضعي مختلف، انا حاطط اب على كومبوزرز على طول. تمام، فانت هنا لازم يوم ما تعمل لازم تقول له الاب على كومبوزرز بس. تمام، طيب انا جوه الكومبوزر ده هتلاقي فيه عندك هنا ادي اتنين فانكشنز اهم الكونستراكت، انا مش هعمل بيها حاجه دلوقتي، وادي الكومبوز، والكومبوز ده هو واخد مني فيو، بقول له اديني الفيو بتاعك يا سيدي مع النيم اللي هو النيم بتاعك اللي احنا قلنا عليه برده اللي هو النيم اللي اسمه محمود بالشكل ده. تمام، طيب انا هنا الكومبوزر ده لازم اعرفه جوه البروفايدر بتاعي، مش انا هنا ضفته، يبقى لازم اعمل له كده اعرف هنا ان ادي الفيو بستخدم اليوز الاب على كومبوزرز على الويلكم كومبوزر. تمام، يبقى ده هي نفس الفكره بتاعت ده بالظبط. بس ليه الفكره دي؟ الفكره زي ما قلت لك كده، ان لو الويلكم كومبوزر ده المحتوى بتاعه كبير والكلام ده كله ما ينفعش اعمله في كول باك فانكشن، ده كده الدنيا هنا هتبوظ، وخاصه انا ممكن ما استعملش كومبوزر واحد بس، انا ممكن استعمل اكتر من كومبوزر. تعالوا بينا بقى نجرب، انا كده دلوقتي خلاص استدعيته وقلت له لما تستدعي لي البليد اللي اسمه ويلكم شغل الويلكم كومبوزر، وجوه الويلكم كومبوزر ده اديت له قلت له رجع لي الفيو بتاعك مع النيم اللي اسمه محمود. تمام، تعالوا بينا جوه الويلكم بقى كده هنعرض النيم اهوت، وتعالوا بينا هنا نعمل كده اشتغل اهوت. فهمت؟ مع اني لو انت لاحظت كده انا قافل الاجزاء كلها اهوت، يبقى ده معناه ان هو اشتغل. فهمت كده؟ طيب عايز اتاكد ان هو شغال، تعالى بدل محمود دهوت انا هسميها رجع لي محمود انور، تعالى نعمل ريفرش، محمود انور ظهرت معاك. تمام، يبقى فكره الموضوع ده كله ان انت عندك الفيو شير بتطلع لك الداتا على كل الفيوز بتاعتك، انما الفيو كومبوزر انت بتحدد له وتقول له ان انا عايز الكومبوزر ده هو يشتغل مع الفيو الفلاني ده هو. تمام، ودي حركه من الحاجات المهمه جدا علشان ما تكررش اكواد وما تكررش لوجيك كل شويه. تمام، ينفع تعمل الكومبوزر الواحد على اكتر من فيوز، ازاي؟ هنا لو دخلت اهوت بيقول لك اعمل لي الكومبوزر، بس بدل ما هتدي لي الاسم ده هو، بدل ما هتدي لي الفيو اللي اسمه ويلكم ده هو، لا اديني هنا اري. تمام كده، وقول له ان هو تعالى ويلكم 2 وتعالوا بينا نجربها. ويلكم في ادي ويلكم 2 بالشكل ده. تمام، وتعالوا بينا هنا احنا كنا عملنا فعلا ويلكم 2، ادي هنا اهو، خلينا نعمل ويلكم 2 كده ويرجع لك الويلكم 2 الفيو. طيب تعالوا بينا نتاكد كده تاني، انا هعمل له هنا ادي الويلكم 2 وتعالوا نشوف اشتغل معايا وفعلا طلع محمود انور. فهمت كده؟ يبقى دي الجزء ده. طيب في هنا بقى عندك في هنا حاجه اسمها فيو كرييتور، الفيو كرييتور زي الكومبوزر بالظبط، بس فكرته الوحيده اختلاف الترتيب، يعني ده بص بيقول لك ان هو زي الكومبوزر بالظبط، بس هو بيترن
قبل ما الفيو بتاعتك يبقى، قبل ما الفيو يبدا. يعني انت لو عملت الكرييتور هيشتغل بالفعل، بس هو هيعمل الداتا بتاعتك ويجمعها ويجيبها قبل ما يرندر لك الفيو بتاعك. انما الكومبوزر لا، الكومبوزر هيعرض لك الفيو وبعد كده ترتيبه انه يجيب لك الداتا بتاعتك. تمام. ينفع تعمل حاجه اخيره بس في الفيديو عشان الفيديو كده طويل جدا، ينفع الكومبوزر ياخد استرسك اللي هو النجمه. تمام. وفكره النجمه دي ان هي اي حاجه، اي فيو بتاعك يترندر عليه. تمام. دي عامله بالظبط زي الفيو شير. تمام. دي سنتكس تاني زيها بس هي هتحقق لك نفس الفكره بالظبط. تمام. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله المعلومه الناس تستفاد منها. ما تنساش تعمل سبسكرايب على الفيديوهات عشان يوصلك الفيديوهات اول باول. نشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.